Leo Messi, Messi سعدت golazo, golazo Neymar, شعل النار Neymar, سلام. مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. لكن قبل ان نبدا حلقتنا ندعكم مع ابرز محاورها. انتصار مهم لإيطاليا على أرمينيا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية. قمة نارية مرتقبة بين ألمانيا وهولندا بتصفيات يورو 2020. سوريا تكتسح الفلبين بخماسية بتصفيات آسيا المزدوجة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. عزز المنتخب الإيطالي صدارته للمجموعة العاشرة بتصفيات يورو 2020 بفوزه المهم خارج قواعده على منتخب أرمينيا بثلاثة أهداف لهدف. ورغم تقدم المنتخب الأرميني بهدف سجله لاعبه ألكسندر كارابيتيان الذي طرد من بعدها لتلقيه الإنذار الأصفر الثاني، إلا أن الأتزوري نجح في قلب الطاولة على مضيفه بتسجيله لثلاثة أهداف بواسطة كل من هداف نادي تورينو أندريا بيلوتي هدفين ومتوسط ميدان نادي روما لورينزو بيليغريني هدف، ليعزز المنتخب الإيطالي صدارته للمجموعة الأوروبية العاشرة رافعا رصيده لخمس عشرة نقطة، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند ست نقاط في المركز الثالث. نعم مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن تصفيات يورو 2020 ينضم إلينا من مدينة الدار البيضاء المغربية الكابتن أمين شطيبة، صحفي رياضي بجريدة بلبريس المغربية. مساء الخير كابتن أمين. مساء الخير كابتن، ومرحبا بمشاهدي قناة اليوم. مرحبا بك كابتن. كابتن، طبعا التصفيات الأوروبية مباريات جميلة ومثيرة بتصفيات يورو 2020. التقت يعني قبل قليل انتهت مباراة جمعت بين إيطاليا والحقيقة أرمينيا، انتهت بفوز مهم للمنتخب الإيطالي كابتن، ليحقق المنتخب الإيطالي انتصاره الخامس على التوالي وهذه المرة على حساب أرمينيا، معززا لصدارته للمجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة. نعم كابتن، المنتخب الإيطالي استطاع أن يحقق فوز مهم وفوز ثمين بعدما كان منهزم بهدف صفر، لكن استطاع أن يحقق نتيجة إيجابية وتحقيق نقاط مهمة في هذه المباراة. هذه المباراة كانت سهلة بالنسبة للمنتخب الإيطالي، رغم أن المنتخب الأرميني حاول أن يظفر بالنقاط الثلاث، وهذا ما شاهدنا في الدقائق الأولى للمباراة، لكن المنتخب الأرميني لم يستطع أن يكون مركز أكثر داخل رقعة الميدان، الشيء الذي أتاح للمنتخب الإيطالي وبحكم التجربة أن يفوز بالمقابل. نعم طبعا كابتن، رغم انه المنتخب الارميني يعتبر من المنتخبات المنافسة بهذه المجموعة كابتن، يعني بيحتل المركز الثالث برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فنلندا الثانية، لو فازت ارمينيا اليوم على ايطاليا كان ممكن انه تدخل بقوة على خط المنافسة، الا ان المنتخب الايطالي بخبرته يعني لاعبيه وخبرة لاعبيه تمكن من خطف النقاط الثلاث. نعم، لو فاز المنتخب الأرميني كنا سنشاهد سيناريوهات أخرى داخل المجموعة، لكن لم يستطع أن يكون أكثر جرأة في الفوز بالنقاط الثلاث، وهذا ما سيقلل من حدود المنتخب الأرميني للذهاب لليورو 2020.
نعم طبعا كابتن أمين، يعني يلتقي حاليا هنالك العديد من المباريات كابتن أمين تجري حاليا بتصفيات يورو 2020. راح نحاول نتحدث عن أبرز المباريات باعتبار ما شاء الله كابتن مباريات كثيرة ومثيرة بتصفيات يورو 2020. نبلش بمباراة إسبانيا ورومانيا بالمجموعة السادسة. منتخب إسبانيا مع رومانيا قمة المجموعة كابتن، إسبانيا بتتصدر ب 12 نقطة، رومانيا 7 نقاط. قراءتك لهذه المباراة كابتن أمين؟ أظن أن المنتخب الإسباني سيحاول أن يظفر بالنقاط 3 من أجل أن ينفرد بالصدارة أكثر وأكثر على أقرب المنافسين. سيحاول أن ينهي المقابلة في الأشواط في الشوط الأول لكي يذهب لليورو 2020 وهو في كامل أريحية بدون انتظار نتائج الفرق المنتخبات الأخرى. نعم طبعا كابتن، منتخب إسبانيا يعني نفس الكلام اللي بينطبق على إيطاليا بينطبق على إسبانيا، حيث تسعى إسبانيا لتحقيق انتصارها الخامس على التوالي باعتبار أنه بتتصدر برصيد 12 نقطة. بعتقد إسبانيا أقرب كابتن رغم أن المباراة يعني ستقام في بوخارست. نعم كابتن، المنتخب الإسباني سيكون على كامل جاهزية للظفر بهذه النقاط. نعم. من أجل نعم تفضل. نعم كابتن تفضل. من أجل أن يذهب لليورو وهو في كامل جاهزيته، من أجل أن يكون لملا بطل اليورو وهو من بين المرشحين للنسخة القادمة، رغم أن المدرب لن يكون حاضر مع المنتخب الإسباني إلا أنه سيحاول أن يكون في كامل جاهزيته هذه المقابلة. نعم، بالانتقال للمجموعة الرابعة كابتن أمين، أيضا مباراة يعني لا تقل أهمية عن مباراة إسبانيا ورومانيا، راح تجمع بين أيرلندا وسويسرا. أيرلندا بتتصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، الدنمارك بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط، سويسرا برصيد 4 نقاط. طبعا سويسرا خاضت مباريات أقل كابتن باعتبار كانت مشاركة ببطولة دوري الأمم الأوروبية، هي أمام اختبار مهم جدا أمام أيرلندا. إذا ما أرادت سويسرا الحفاظ على آمالها في التأهل عليها الفوز على أيرلندا في دبلن، مباراة لن تكون سهلة كابتن. نعم طبعا الحال من أصعب المباريات هذه المجموعة هي مباراة سويسرا وإيرلندا، لأن سويسرا تتوفر على 4 نقاط ستحاول الظفر بنقاط المباراة من أجل أن يصبح حدودها أكثر للتأهل لليورو، لكن عكس سويسرا، سويسرا ستحاول أن تقوم بمباراة جيدة من أجل أن تحسم التأهل لليورو. نعم طبعا كابتن، ايضا بنفس المجموعه بتلتقي الدنمارك مع جبل طارق. منتخب الدنمارك كما قلت لك قبل قليل بيحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط ويحتاج الى ايضا الى الفوز للحفاظ على اماله، يعني امال الفرق تقريبا ما عدا جبل طارق اللي بتحتل المركز الاخير من دون نقاط، كل الفرق لها الامال والحقوق الكامله ببلوغ اليورو. توقعاتك كابتن لرومانيا واسبانيا؟ رومانيا وإسبانيا أظن أن المنتخب الإسباني سيكون الأفضل في هذه المقابلة، لكن لا ننسى أن المنتخبات الأخرى ستسعى من أجل الفوز في المباريات من أجل أن تشرف بلدانها وأن تفرح جماهيرها. نعم، ما قلت لي النتيجة كابتن، رومانيا وإسبانيا شو توقعك؟ أتوقع 3-0 لمصلحة إسبانيا. لمصلحة إسبانيا طبعا. نعم، أيرلندا وسويسرا كابتن، نحن طبعا عم نركز على هالمباراتين كابتن باعتبار أنه الأبرز بمباريات اليوم. أيرلندا وسويسرا ستكون نعم تفضل كابتن. نعم ستكون مباراة صعبة وصعب توقع نتيجة هذه المقابلة. من سيكون مركز أكثر في هذه المقابلة سيظفر بنقاط 3. أظن أن المقابلة لن تخرج عن نتيجة 1-0 أو هدفين بهدف لصالح منتخب أرمينيا. نعم أرمينيا المنتخب، بتقصد سويسرا كابتن، أيرلندا وسويسرا. عفوا منتخب سويسرا. سويسرا لأنه سيسعى من أجل الحفاظ على للحفاظ على اماله، حفاظ على اماله بالتاهل. نعم كابتن وصلت الفكره كابتن، لو سمحت خليك معنا نبقى في تصفيات اليورو مشاهدينا الكرام ولكن بعد الفصل.
تستكمل غدا مباراة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 بإقامة العديد من اللقاءات، أبرزها لقاء قمة المجموعة الثالثة والذي سيجمع بين ألمانيا وضيفتها هولندا. لنتابع التقرير التالي ومن ثم نعود للنقاش. سيكون استاد إمتش أرينا بمدينة هامبورغ الألمانية مسرحا لقمة مباراة المجموعة الثالثة بتصفية كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بين ألمانيا وضيفتها هولندا. ويدخل المانشافت اللقاء بعد تحقيقه العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى بفوزه على كل من هولندا بثلاثة أهداف لهدفين وبيلاروسيا بثنائية، قبل أن يكتسح منتخب إستونيا بثمانية أهداف دون مقابل، ليحل المنتخب الألماني بالمركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن أيرلندا الشمالية المتصدرة. ويأمل أبناء المدرب يواكيم لوف بخطف النقاط الثلاث من أمام هولندا للارتقاء لصدارة المجموعة، باعتبار أن فارق الأهداف يصب لصالح المنتخب الألماني على حساب المنتخب الأيرلندي الشمالي. ويملك المنتخب الألماني مجموعة من اللاعبين الشباب والخبرة الذين بإمكانهم صنع الفارق في أي لقاء، كالمهاجم المتألق ماركو رويس وزميله سيرج جنابري، بالإضافة للقناص تيمو فيرنر الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه لايبزيغ في البوندسليغا، ومن خلفهم الحارس العملاق مانويل نوير. على الضفة المقابلة يدخل المنتخب الهولندي اللقاء مطالبا بالفوز رغم صعوبة المهمة في الأراضي الألمانية، خاصة وأن الفريق احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق 6 نقاط كاملة عن ألمانيا الثانية و9 نقاط عن أيرلندا الشمالية المتصدرة. ومن هنا تكمن أهمية اللقاء أمام ألمانيا. ويعول المدرب المحنك رونالد كويمان على مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يضمهم الفريق في صفوفه، يتقدمهم صخرة الدفاع وأفضل لاعب في القارة الأوروبية فيرجيل فان دايك، بالإضافة للاعب المتألق فرانكي دي يونغ متوسط ميدان نادي برشلونة، ومن أمامهم كل من القناص ممفيس ديباي ولاعب الخبرة رايان بابل، وهم قادرون على اختراق الدفاعات الألمانية وتحقيق الفوز. نعم، بالعودة لك مرة أخرى كابتن أمين، مباراة الحقيقة قمة التصفيات يوم الغد اللي راح تجمع بين منتخبا ألمانيا وهولندا، مباراة مثيرة بين كلا الفريقين كابتن، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز، خاصة المنتخب الهولندي اللي مطالب بالفوز باعتبار بيحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالمجموعة اللي بتتصدرها أيرلندا الشمالية ب12 نقطة. نعم كابتن، هذا نهائي قبل الأوان، لأننا نرى أن ألمانيا تحتل المركز الثاني ب9 نقاط، وإذا فازت في هذه المقابلة ستصبح هي في المركز الأول بحكم أنها تتفوق على إيرلندا الشمالية بنسبة الأهداف. أما بالنسبة للمنتخب هولندا فسيسعى لتحقيق فوز، هذا الفوز الذي سيكون صعب على منتخب هولندا لأنه يحتل المرتبة الثالثة وب3 نقاط، سيسعى إلى تقليص الفارق ما بين إيرلندا الشمالية وألمانيا لكي تبقى له الأمل في التأهل لليورو 2020 مثل ما بيقولوا كابتن. 20. نعم. طبعا كابتن أمين، منتخب هولندا خاض مباراة أقل باعتبار كما قلت لك، يعني نفس الكلام اللي حكينا قبل شوي على سويسرا، أيضا منتخب هولندا كان مشارك ببطولة دوري الأمم الأوروبية، إذا يعني هو يعني خاض مباراة أقل من بقية الفرق، مما يعني يستدعي فوز هولندا على ألمانيا في ألمانيا، وهذا الشيء يعني صعب نوعا ما، لكن لا مستحيل في كرة القدم كابتن أمين. نعم، سنرى مقابلة قمة لهذه المجموعة، لكن لا شيء مستحيل في كرة القدم. إذا عدنا للوراء سنجد أن كرواتيا وصلت للنهائي وكانت قريبة أن تدفر بالنهائي كأس العالم. هذه المقابلة ستلعب على جزئيات بسيطة، الأكثر استعداد ذهنيا وبدنيا يحتم المقابلة لصالحه، ولا شيء مستحيل. المنتخب الهولندي يتوفر على لاعبين في المستوى العالي، كلاعب الذي فاز بأحسن مدافع في أوروبا وأحسن لاعب في أوروبا، لاعب ليفربول، ومجموعة من اللاعبين الذين لهم من الخبرة الكافية لحسم هذه المقابلة. نعم فعلا كابتن، يعني صفوف المنتخبان زاخرة،
بالنجوم الشباب يعني كما تفضلت قبل قليل فيرجل فان دايك أفضل لاعب في أوروبا ولاعب نادي ليفربول يلعب مع المنتخب الهولندي بالإضافة لفرانكي ديونغ لاعب برشلونة والقائمة تطول. أيضا المنتخب الألماني كابتن المنتخب لا يستهان به ويمتلك العديد من النجوم الذين بإمكانهم قلب نتيجة أي مباراة. طبعا على مستوى اللاعبين كابتن أو على مستوى المهارات الفردية بترشح مين أنه بيكون أفضل كابتن باللقاء؟ أرشح اللاعب مارك فريت الذي سيكون أظن أنه هو الذي سيحدث الفارق في هذه المقابلة لأننا نعلم أن الدوري الألماني هو دوري قوي له من الاحتكاك ما بين اللاعبين والأندية شيء كثير. اللاعب ماركو ريس سيكون إذا كان مركز جيدا سيحدث الفارق في هذه المقابلة. نعم طبعا كما تحدثنا قبل قليل كابتن أيرلندا الشمالية بتتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة 9 نقاط لألمانيا بالمركز الثاني مقابل 3 نقاط لهولندا. يعني إذا بإلقاء نظرة سريعة كابتن على جدول الترتيب بنلاحظ أنه منتخب هولندا مطالب بالفوز. يعني المنتخب الهولندي قد لا نراه بيورو 2020 في حال يعني لم يستطع بالعودة بنتيجة إيجابية من ألمانيا كابتن. لا نتيجة غير نتيجة الفوز لن تكون هولندا في اليورو 2020 وهذا ما سيجعل لاعبين هولندا الطاقم التقني والطاقم الطبي والكل مشرفين على منتخب هولندا أن يدخلوا هذه المقابلة ولهم هم واحد وهو الفوز والظفر بنقاط هذه المقابلة. بخصوص المنتخب الألماني إذا فاز في هذه المقابلة سيصبح في المرتبة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب إيرلندا الشمالية. نعم توقعاتك للمباراة كابتن صعبة؟ صعبة توقعات هذه المباراة لكن جزئيات بسيطة ستحسم هذه المقابلة. من وجهة نظري أظن أن النتيجة ستكون لصالح منتخب ألمانيا لأنه وسيلعب على أرضه وأمام جماهيره لهذا ستكون الحظوظ لمنتخب ألمانيا. طيب كابتن أيضا أيضا بالمجموعة الخامسة هناك لقاء مهم سيجمع بين سلوفاكيا وكرواتيا باعتبار أنه سلوفاكيا بتحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط كرواتيا أيضا كابتن بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط بالمجموعة اللي بتتصدرها المجر برصيد 9 نقاط. أيضا مباراة مهمة ستكون بين سلوفاكيا وكرواتيا بالمجموعة الخامسة كابتن. نعم كابتن هذه المباراة ستكون مباراة صعبة بالنسبة للمنتخبين كل منتخب يتوفر على 6 نقاط الأول سلوفاكيا بفارق الأهداف 5 أهداف وكرواتيا يتوفر على 6 نقاط ونصف أهداف هدف واحد ستكون مباراة صعبة لكن المنتخب الكرواتي يتوفر على لاعبين من الطراز الرفيع كلاعب وسط مودريتش سيحاول المنتخب الكرواتي أن يحقق إيجابية من أجل أن يصعد للمركز الثاني. نعم أيضا بالمجموعة التاسعة مباراة أيضا مهمة لا تقل أهمية عن مباراة كرواتيا وسلوفاكيا ستجمع بين الحقيقة كابتن سكوتلندا وروسيا. طبعا المجموعة بتتصدرها بلجيكا ب 12 نقطة روسيا بالمركز الثاني 9 نقاط كازاخستان 6 نقاط سكوتلندا 6 نقاط. سكوتلندا ستلتقي مع روسيا بمباراة يعني مهمة لكلا الطرفين كابتن. نعم كابتن روسيا تتوفر على 9 نقاط ستحاول أن تفوز بهذه المقابلة ليصبح الرصيد 12 نقطة وسيحاول أن يحصل تأهل في هذه المجموعة قبل المباراة الأخيرة. بالنسبة لسكوتلندا تتوفر على 6 نقاط وإذا فازت في هذه المقابلة ستتقدم في جدول الترتيب الشيء الذي سيجعل هذه المقابلة صعبة ومثيرة ومشوقة. نعم أيضا أحد مفاجآت هذه المجموعة كابتن أمين إذا بتلاحظ معي منتخب كازاخستان. يعني منتخب كازاخستان لا يعني ليس له ذلك التاريخ في القارة الأوروبية إلا أنه بيحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 6 نقاط وهو سيلتقي يوم الغد مع منتخب قبرص. نعم منتخب كازاخستان له كل الحظوظ أن يتوفر لليورو 2020 لأنه سيواجه منتخب قبرص المنتخب الذي يتوفر على 3 نقاط في هذه المجموعة عكس منتخب كازاخستان الذي يتوفر على 6 نقاط
واذا فاز في هذه المقابلات ستصبح رصيده 9 نقاط، وبهذا سيقترب من المركز الثاني الذي هو لصالح روسيا. نعم، خلينا ناخذ توقعاتك كابتن لابرز المباريات التي ستجري يوم الغد، سلوفاكيا وكرواتيا. نعم كابتن، عم قول خلينا ناخذ توقعاتك كابتن لابرز مباريات يوم الغد، توقعاتك لنتيجه سلوفاكيا وكرواتيا بالمجموعه الخامسه. اتوقع ان المنتخب الكرواتي سيفوز في المقابله بهدفين مقابل لا شيء. نعم كابتن، بالمجموعه التاسعه اسكتلندا وروسيا. مباراة صعبة لكن روسيا ستحاول الفوز في هذه المقابلة، أتوقع هدف أو هدفين لصالح لروسيا. كيف بتشوف حظوظ روسيا بهالمجموعة كابتن باعتبار بتحتل المركز الثاني ب9 نقاط، بلجيكا بالمركز الأول ب12 نقطة؟ حظوظ روسيا حظوظ أكبر للتأهل، 9 نقاط ليس بسهل، هذا يدل على أنها أجرت مقابلات جيدة وفازت في المقابلات السابقة. نعم. منتخب روسي خرج في أن يتأهل لليورو 2020. نعم، أيضا مباراة مهمة ستكون بين قبرص، طبعا بلجيكا وسان مارينو مباراة من طرف واحد كابتن على ما أعتقد. نعم، بلجيكا ستكون هي الفائز في هذه المقابلة، لكن هذا أحلى القلق، لكن رقعة الميدان شيء آخر. نعم طبعا كابتن، مباريات جميلة سنشهدها يوم الغد، طبعا أبرز لقاء القمة اللي راح يجمع بين ألمانيا وهولندا. كنت معنا ضيفا عزيزا من مدينة الدار البيضاء المغربية الكابتن أمين شطيبة، صحفي رياضي بجريدة بلبريس المغربية. شكرا جزيلا لك كابتن أمين. شكرا. نعم مشاهدين الكرام، والآن ننتقل للملف الأخير بحلقة اليوم ولكن بعد الفاصل. استهل المنتخب السوري مشواره في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا بانتصار عريض على المنتخب الفلبيني ضمن مباريات المجموعة الأولى. فعلى ملعب باناد ستاديوم في مدينة باكولود الفلبينية تمكن منصور قاسوم من حصد أول 3 نقاط لهم في التصفيات بفوزهم الكبير على أصحاب الأرض المنتخب الفلبيني ب5 أهداف لهدفين. سجل أهداف المنتخب السوري كل من النجم عمر السومة هدفين وخالد المبيض وفراس الخطيب ومحمود بواس، فيما سجل هدفين الفلبين كل من خافير باتينو ومايك أوت، ليتصدر منصور قاسوم ترتيب فرق المجموعة الأولى ب3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر المالديف الفائز بدوره على غوام بهدفين دون مقابل. يعود إلى عمرو جنيان يرفع كرة عمرو بالرأس، يلا سوم الرابع الرابع يا سوم الرابع السوم في الموسم. نعم مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن الفوز العريض للمنتخب السوري على منتخب الفلبين ينضم إلينا من العاصمة القرغيزية بشكيك الكابتن جومرد موسى اللاعب الدولي السابق. مساء الخير كابتن جومرد. مساء النور، تحياتي أستاذ سومر لك ولكل متابعين قناة اليوم. تحياتي كابتن، طبعا نحن سعيدين بانضمامك لأن كابتن جومرد نجم كبير من نجوم الكرة السورية. شكرا شكرا لك، ونتشرف دائما بالحضور معكم اخ سومر ان شاء الله لك وعلى كل المتابعين. حبيبي كابتن. كابتن طبعا منتخبنا نجح بتحقيق الاهم اللي هو الانتصار، وانتصار ايضا عريض كابتن، يعني اشد المتفائلين لم يكن يتوقعوا هذا الانتصار باعتبار المنتخب مر بفترات صعبه بفتره التحضير، الا ان المنتخب يعني حقق الاهم بانتصاره ب5 أهداف لهدفين على الفلبين. طبعا اكيد استاذ سومر، يعني اول شيء ببارك لمنتخبنا الوطني الفوز بالمباراه الاولى بالتصفيات المشتركه لكاس اسيا والعالم، كان فوز كثير مهم بصراحه، يعني بعد فتره من النتائج والهزات السلبيه بكاس اسيا وما بعد كاس اسيا، يعني بالفتره التحضيريه للتصفيات ان كانت بالمباريات الوديه او بدوره الهند وغرب اسيا، كل النتائج كانت بشكل عام كانت سلبية وكانت تدل على عدم استقرار بالمنتخب، ولكن الحمد لله اليوم منتخبنا حقق الأهم، يعني أنا برأيي النتيجة اللي هي كانت مهمة كثير لتعود الثقة ولتعود الروح الكبيرة والحالة الذهنية والنفسية للمنتخب، فالنتيجة كانت كثير مهمة بعيدا عن الأداء بصراحة اللي كان في بعض الأمور السلبية، ولكن مثل ما قلنا يعني النتيجة كانت هي الأهم. يعني كابتن جومرد طبعا انت تفرجت على المباراه، برايك الاداء لم يكن يعني يرضي عشاق المنتخب السوري؟
لنكون صريحين يعني استاذ سومر، بصراحه يعني يعني بدايه المباراه كانت متوقعة، يعني كلياتنا كنا متوقعين المنتخب الفلبيني بأرضه وبين جمهوره يحاول يعمل ضغط على منتخبنا، وهذا الشيء اللي صار بهدف مبكر بصراحة بالدقيقة السابعة. طبعا هذا الشيء أكيد جاي من دراسة للمنتخب الفلبيني أو لمدرب المنتخب الفلبيني لمنتخبنا، لأنه مثل ما بتعرف يعني بالفترة الماضية الهزات والنتائج السلبية اللي صارت للمنتخب هذا كان شيء كثير مهم اشتغل عليه اتوقع الجانب الفلبيني، انه يعمل ضغط على منتخبنا ويسجل هدف مبكر لحتى تزيد هاي الضغوط على منتخبنا. ولكن ما بعد الهدف بال 35 دقيقة المتبقية من الشوط الاول او 40 دقيقة كان منتخبنا افضل بصراحة، استحوذ على الكرة، كانت ردة فعله كثير جيدة وايجابية، استحوذ على الكرة ومرر الكرة بشكل جيد عبر الخطوط واستطاع انه يسجل هدفين. إذا بدنا نحكي بشكل عام يعني يعني هذا بالنسبة للشوط الأول. بالشوط الثاني بصراحة رغم تسجيلنا لثلاث أهداف ثانية ولكن كان المنتخب الفلبيني مسيطر بشكل أفضل، كان منتشر بشكل أفضل، منتخبنا تراجع لمناطقه الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة واستطاع أن يسجل ثلاث أهداف. ولكن بالشوط الأول كان منتخبنا أفضل، في بعض الهفوات في بعض الأخطاء أكيد يعني من في بعض الخطوط إذا بتحب نحكي عليها بالتفصيل. خذ راحتك كابتن، تفضل. طبعا كابتن يعني أهم شيء في عالم كرة القدم هو الثلاث نقاط، ونجح المنتخب بخطف الثلاث نقاط، لكن الأداء يعني لم يكن مرضيا لعشاق المنتخب السوري باعتبار المنتخب السوري يمتلك إمكانيات أكبر وباستطاعته تقديم أداء أكبر، خاصة أنه المجموعة يعني كابتن مثل ما بيقولوا لو كنا اخترنا الفريق فريق ما رح نختار هيك مجموعة، مجموعة سهلة جدا، إلا أنه الصين سيكون الخصم العنيد بهي المجموعة كابتن، يعني بهالأداء احتمال منتخبنا أمام الصين يلاقي مشاكل يعني. تماما استاذ سومر، هذا لب الموضوع يعني اللي نحن حابين نحكي فيه. هي يعني بدنا نحكي بشقين، الشق الاول مثل ما حكينا نحن بالبدايه انه بعد فتره من الـ من الـ من الامور غير مستقره بالمنتخب كان الفوز مطلبنا يعني بصراحه ولو على حساب الاداء، فكان الفوز كثير مهم، ثلاث نقاط كثير كانت مهمه من جهه. من جهه اخرى الحاله الثانيه، الموضوع الثاني اللي انت حكيت فيه واللي نحن اذا بدنا نفكر لقدام ولا لمستقبل التصفيات اللي هي المنافسه على بطاقه التاهل المباشره وما بعد ذلك، يعني التاهل عبر التصفيات الى كاس العالم، فهذا الشيء اللي بيخلينا شوي نوقف عن بعض الامور الفنيه التكتيكيه اللي حصلت بالملعب واللي بحاجه لشغل كثير ولعمل كبير من قبل الجهاز الفني لحتى يتطور المنتخب بشكل افضل، وخاصه انه نحن نمتلك مجموعه جيده ان شاء الله اذا تكتمل كمان ببعض الغيابات المؤثره ان شاء الله قادرين يعني نصل لابعد حد بهالتصفيات مره ثانيه. نعم كابتن جومارت، فعلا نتمنى التوفيق لمنتخبنا يعني قادم الايام، وخاصه انه المباريات بالتصفيات لن تكون سهله، خاصه يعني المنتخب الصيني من المنتخبات القويه. بنهايه المطاف نتمنى التوفيق لمنتخبنا. كنت معنا ضيفا عزيزا من العاصمه القرغيزيه بشكيك الكابتن جومارت موسى، اللاعب الدولي السابق ونجم المنتخب السوري سابقا. شكرا جزيلا لك كابتن جومارت، والشكر الاكبر موصول لكم مشاهدينا الاعزاء على طيب وكرم المتابعه، والى اللقاء. Messi, Messi, stop!